احنا هنعمل النهارده كيكه بالتوت سريعه، والحقيقه هي مستوحاه من وصفه هولندي. احنا معانا توت ازرق وتقدروا تبدلوه بفراوله عادي مفيش مشكله. معانا كمان نص كوبايه من الدقيق الاسمر، نص كوبايه وانا شايله منها معلقه كبيره بصراحه، اربع بيضات، معايا كمان كوبايه لبن ومعلقتين سكر ستيفيا او عسل اي حاجه تحبوا تستعملوها فيهم، فانيلا، رشه ملح، ومعايا للوش توت تاني وعسل وورق نعناع. تعالوا نشوف هنعمل ايه. فانا هعمل ايه؟ هاخد مكعب واحد من الزبده. الوصفه دي المفروض تكفي شخصين ثلاثه، فيبقى المكعب ده اتقسم ما بين الشخصين ثلاثه، فكده اقدر اسميه ايه؟ فطار صحي. حلو بقى. ايه اول ما دي تبتدي تسيح هبتدي انزل عليها ببقيه المكونات. طيب لحد ما دي تسيح، هو ايه الخليط بتاعي؟ هو البيض واللبن. تعالوا كده نسمع مع بعض كل حاجه من دول بتدينا ايه. البيض اداني بروتين، اداني ايه؟ بروتين بيعمل ايه؟ بيشبع، حلو، وقيمه غذائيه عاليه. اللبن كالسيوم وبروتين شويه. السكر او العسل ايا كان نوع السكر اللي هتستخدموه، لو هتستخدموا عسل فهو مصدر طاقه، السكر اللي هو الستيفيا بديل السكر هو مش مصدر طاقه ولكن هو خيار هايل للناس اللي بتبقى عايزه تعمل دايت. خلاص. طيب تعرفوا ازاي نحول الوصفه دي من وصفة لو كارب او نشويات قليلة زي اللي احنا عاملينها دلوقتي لوصفة تنفع للناس اللي عاملة كيتو دايت اللي هو بدون نشويات خالص؟ احنا هنبدل اللبن ده بايه؟ بكريمة. وهنبدل الدقيق اللي هو الشوفان او الحبوب الكاملة، انا مستعملة هنا دقيق اسمر، هحط بداله ايه؟ دقيق لوز. وبقى فطار هايل. طب انا ليه المرة دي قلت نبدل او نغير الفطار ده نعمله مناسب للكيتو؟ لانه التوت هو الفاكهة الوحيدة اللي مسموحة في نظام الكيتو دايت. تاني ده معناه ايه؟ ان هو بيرفعليش مستوى السكر في الدم. خلاص. طيب الخليط ده شايفين القوام هيتقل، انا هسيبه هنا هيتقل. الزبدة بتاعتي ابتدت تسيح، هاخدها وانزل عليها بالتوت بتاعي. الخطوة دي مهمة جدا وحلوة جدا وبتدي كده لذاذة للوصفة، بيبقى طعم الزبدة ظاهر فيها، فلما بنعمل كده التوت بيبقى اخد طعم الزبدة. بدخله في الخليط، انا عايزاه ايه؟ يتشوح شوية كده. معايا بايركس هحط فيه الخليط بتاعي. خلاص. طبعا احنا لو دي طاسه ظهر من الاول هاخدها كده احط فيها الخليط وادخلها الفرن فهتبقى هايله، بس انا ما عنديش طاسه ظهر دلوقتي فعملت ايه؟ شوحت التوت هنا. سامعين صوت الزبده؟ هي تشويحه بسيطه قوي. وايه؟ هاخد بقى التوت بتاعي انزل بيه في البايركس. كميه بقى ترجع لكم، انتوا عايزين تستخدموا اقل اكتر، انا بصراحه ايه بحب املاها ايا كان نوع الفاكهه اللي انا بستخدمه. ليه؟ لان هي الياف وغذاء هايل للولاد. الفرن بتاعي جاهز على درجه حراره 180، مش هتاخد اكتر من 10 ل 15 دقيقه. اول ما تلاقوا الخليط ده ابتدى يمسك ده معناه انها استوت.